أما هلأ رشال حروح لآخر محطاتنا لليوم ومساحتنا الخاصة بالصحة والغذاء. بنعرف كتير في أنظمة رشال بنسمع عنها مؤخرا، يمكن من أشهر الأنظمة اللي سمعنا عنها وكتير الناس تداولتها اللي هي الكيتو أو كمان الديتوكس. صحيح أكيد سلمة. سمعتي عنهم، جربتي شي مرة أحد هاي الأنظمة؟ جربت وفشلت هاي من الآخر يعني ما مشي الحال أبدا. بدها صبر وبدك أنك أنت تضلي محافظة أنه أنت على صبرك، أنه أنا خلص بلشت بدي خلص، مو أنه تشربي فنجان وتاكلي قطعة كنافة بعده. صحيح صحيح. هلا رح نتعرف اليوم من ضيفتنا اكثر على نظام الديتوكس، فوائده لمين هو بيصح اكثر، مين الناس اللي ما بتقدر تعمل هذا النظام وشو فوائده على الجسم والفترات المناسبه. خلونا نرحب بمهندسه الاختصاص الغذائي ولاء حاج بكري. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم وكل عام. صباح الخير ولاء. صباح النور. يعني اليوم عم نحكي عن قصه هي شغل للصبايا، ودائما نحن على تلاقينا جوجل فيس اخصائي غذائي بدنا شيء نحفنا دكتور، بس بدنا ناكل وبدنا نلحف، كيف بدها تزبط القصه؟ مثل ما قلت سلمى اليوم دائما عم تكون في انظمه، خلينا نعرفك بشكل سريع شو هي حميه الديتوكس. تماما، بالبدايه رح نحكي عن الديتوكس قبل ما نحكي عن حميه الديتوكس. الديتوكس هو عباره عن مفهوم لحنا حتى نخلص الجسم من السموم الناتجه من عن المواد السامه اللي بتفوت على المصادر الغذائيه، نخلص من الدهون ترسبات، نخلص من اثار المتبقيه على من الادويه تمام اللي بتترسب على الكبد والكليه والاعضاء الداخليه للجسم. هي بتساعد عمل الوظائف الداخليه للجسم، وانما هي مو 100% دايركشن تبعها انه تخلص سموم الجسم وتعمل الفلترة. هذا هو كمفهوم عام للديتوكس. تماماً. بالنسبة للديتوكس هو عبارة عن نظام بيعتمد على الخضروات الورقية، الخس، الملفوف، الجرجير، البقدونس، الشوندر، الجزر، التفاح، وكمان بيعتمد على الفواكه بنسب أقل. نظام الديتوكس هو نظام خالي من البروتين والنشويات والسكريات. هاي النقطة الأساسية إنه نحن عنا ديتوكس خضرة فواكه، نظام خالي من البروتين والجلوتين والمخبوزات يلي هو بيكون غذائنا اليومي المعتمد على الرز، المعكرونة، الخبز اللي فيه كمية كبيرة من الجلوتين اللي هن بيعملوا المشاكل الصحية والسموم بالجسم. تمام. طيب ولا خلينا نحكي أكثر، مين بتنصحي الأشخاص هلأ شو الوزن اللي لازم؟ أنا مثلا بقول بينفع فيها حمية الديتوكس، لا هذا الوزن ممكن بحاجة لنوع آخر من الحميات. تمام، حقول لك شغلة. بالنسبة لنظام الديتوكس لحنا ما بنمشي على أساس الوزن بالعموم، هي بالعموميات لحنا بنمشي على، قلت لك هي عبارة عن فلترة للجسم الإنسان بشكل عادي. لحنا كأخصائيين تغذية بنفضل الحميات واللايف ستايل اللي بيكون متنوع، من حمية متنوعة من كل المصادر التغذوية سواء من العناصر الكبرى أو الصغرى. بدنا كاربس، بدنا فايبرز، بدنا بروتين، بدنا فات، بدنا كل هدول القصص بوفق نظام مدروس من عدد سعرات حرارية مدروسة لحتى الجسم ياخذ جميع احتياجاته. بس ما في مشكلة إذا كل فترة كذا شهر نحن عملنا حمية لمدة 3 شهور يلي هي اسمها حمية الديتوكس، نساعد الجسم نخفف من الضغط والجهد على الكبد والكلية. اوريدي الجسم قادر على التخلص من جميع السموم بالتكوينة الجسم من ربانية مثل ما الله خلقنا. الكلية باليوم بتغسل 34 مرة وبتنقي الدم وبتصفيه، فلحنا ما لنا بحاجة لحتى نعمل ديتوكس. بس وين الفكرة من الديتوكس؟ انه نحن بدال ما تعمل الكلية عنا بمستوى 100% ممكن نحن نخفضه ل 50%، فنحن عم نخفف من الارهاق والعبء عليها. تماما، هاي هي من كل الفائدة من الديتوكس، بالاضافة لانه نحن عم ناخذ كمية من السوائل والفيتامينز بشكل اكبر، فلحنا عم نقوي الجسم وعم نعمل له مثل ريفريش. هذا هو مبدا الديتوكس. ولا خلينا نحكي عن ماء الديتوكس اليوم. كل حدا بحط على كيفه. صحيح. في ناس بتحب الليمون الزايد، في ناس بتدخل الخيار، في ناس بتدخل النعناع، ووصفات مليئه على السوشيال ميديا. اليوم من هيك من تجربتك شو هو الصح؟ تماما، بالنسبه لنظام الديتوكس بيعتمد على كميه كبيره من المي. يعني لحنا بالحالة الطبيعية بنقول لكل إنسان من 6 ل 8 أكواب مي كافية بالنهار. والله صعبة، والله يعني مو كتير. الصبح كاسة مي، بعد ما فنجان القهوة مثلا كاسة مي بتلاقي يوم مرقوا. يعني كم فنجان قهوة بدك باليوم؟ الصيف. نعم. كم فنجان قهوة بدك باليوم؟ إذا عم تسأليني إلي فخيرات الله.
تمام. بالنسبة مثل ما كنا على سؤالك عن ماء الديتوكس المكونات، تمام، نحن بحمية الديتوكس بنعتمد على كمية السوائل الكبيرة اللي بتفوت على الجسم. يعني نحن عنا ندخل 12 ميك وأكثر، تمام، 3 إلى 4 منهم لازم يكون فيهم عصرة ليمون. عصرة الليمون إلى فايدة، عصرة الليمون مع كل فنجان مي نحن بنعمل عصرة ليمون. هلا نظام الديتوكس حنحكي اول شيء عن السوائل تبعونه. في عنا شيء مية الديتوكس وعنا عصير الديتوكس. مية الديتوكس نحن فينا ندخل شرايح ليمون، نعنى، زنجبيل، يلي ما بتقبل انه يشرب زنجبيل دايركت مغلي فينا نحط شرايح زنجبيل او يكون مهروس مع المي. فينا ندخل فلفل، حب الفلفل الابيض الاسود عفوا، بيساعد بالحرق بالجسم. الناس اللي عندهم خربطه بسكر الجسم ممكن احنا ندخل القرفه، هي بتنظم سكريات الدم. في عيارات ولا اكيد 100%. حقول لك شو الفكره. بالنسبه للخضره والاعشاب يعني عندنا الرينج نوعا ما مفتوح، اما بالنسبه لموضوع الفواكه فلا، نحن الرينج عنا ابدا مو مفتوح. بتلاقي كبايه الديتوكس الشباب والصبايا حاملينها بالطريق فيها بردانه كامله. طب اوكي انتم عم تشربوا هالبردانه مره واثنين وثلاثه، فقديش عم تاخذوا نسبه سكريات انتم ما كان حاسين فيها؟ صحيح. فهمت علي شلون؟ الفواكه بدنا نضبط شريحه تفاح، شريحه بردان، تمام. بالنسبه للفواكه نحن بنفضل ميه الديتوكس انه تفوت على الجسم مع الخضره، تفوت مع المي لانه هي بتطعم المي، بتزيد القابليه، بتزيد كميه الفيتامينز اللي احنا عم ناخذها باللاوعي. بس بالاضافه لهيك حميه الديتوكس بتعتمد انه نحن ناكل الفواكه والخضره بشكل صحيح حتى نستفيد من الفايبرز الموجوده فيها. لما نحن عم نعصر اي قطعه او لما عم نعصر الفاكهه او عم نحطها بقلب كشريحه بقلب المي، نحن عم تترسب عنا الفيتامينز، بس الالياف اكيد ما بتنحل بالمي. فبحميه الديتوكس بالاضافه للسوائل احنا لازم يكون في عنا عم ناكل قطعه صحيحه، سواء بالسلطات سواء بالسناكات بين الوجبات. وهي بتعتمد حميه الديتوكس على كل ساعتين. لازم نشرب هاي المي خلال النهار؟ قلت لك نحن عنا 12 كب ماك باليوم تقريبا، 3 الى 4 منهم الليمون. تمام. طيب ولا قبل ما نختم، وقتنا صار قصير شوي، خلينا نحكي اهم النصائح لكل يلي عم يتبع هي الحميه وبتحبي انه توجهي له اياها سريعا عن شيء ما حكينا فيه. تمام، مثل ما قلت لك بالنسبه للي بياخذوا الفواكه لازم تكون هي عباره عن شريحه مو اكثر بكاسه المي. بالنسبه للمراهقات، بالنسبه للفتيات بالعمر الصغير، الاطفال اكيد لا، بهذا العمر بيحتاجوا لجميع العناصر الغذائيه. ممنوع انه نحن نقول لهم انه اعملوا ديتوكس، تمام، لانه هي فيها كمان للجسم بشكل منيح. يعني بدنا نحن الكبير يمكن يبلش فيها بالتدريج، بخصوص اللي عندهم تعلق للكافيين والمدخنين. فالصغار لا، اوريدي انه ممنوع انه انتم تاخذوها لانه هن بحاجه للعناصر الغذائيه. عندنا الحوامل، المرضعات، مرضى السكري، مرضى عوز الحديد، هدول اكيد لا ما بيصير ياخذوها. الرياضه بتفضل انه ما تكون كثير قويه بحميه الديتوكس. بتوقع انه هدول اكثر النصائح اللي اجت ببالي بهي الوقت. طيب ولا انا فيني اخذ المي بدون الحميه؟ اي اكيد ما في مشكله. اكيد يعني الصبح انا من الناس يلي بتفيق الصبح بتحط الا نتيجه، قصدي يعني اكيد 100%. بالنسبه نحن كصبايا شو بيهمنا؟ نوقف على المرايه نشوف شعراتنا حلوين، اظافرنا حلوه، بشرتنا نضره. عصره هي الليمون هي اللي بتعمل هي القصص، تمام. هي اللي بتطارد الاحماض الموجوده بالجسم، فهي بتنظم وبتنظف من الكولون، من المعده، من الكلاوي، وهذا كله بينعكس. والوزن بينزل؟ حقول لك شو، بنظام الديتوكس ما كثير نحن بنعتمد على تخفيف الوزن. اكيد بينزل الوزن، بس نحن بنخاف نزول الوزن ما يكون سوائل. بعد منا حنرجع نحن للحميه الطبيعيه تبعيتنا، فحنرجع نعوض. فلذلك بعد الديتوكس بنفضل حميه خاليه من الشحول او بنخفض من سعرات الشحوم مشان ما يرجع يطلع الوزن بشكل عالي. حلو، هاي الملاحظه كثير مهمه كنا نقولها. بالختام بدنا نتشكرك ونقول لك عيدك مبارك، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. شكرا لكم. شكرا ولا، يسعد صباحك، وقتها مبارك عليك وعلى عائلتك اكيد. صباح الخير. اهلا وسهلا. شكرا.